الله بالخير والعافية أحمد ومشاهدينا وكل من يتابعنا برنامج نواصح. تسلم الله يبارك فيك. أول مرة بديت فيه مو بالمشاهدين هذا شاجر. يعني ما أعرف ابتسامتك تبعث التفاؤل دائما. أشكرك. يعني رغم منغصات الحياة. غداك علي اليوم على الحكاية. حياكم الله مشاهدينا، كل عام وانتم بألف ألف ألف خير، تريليون خير، وإحنا نعيش رابع أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. حلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع من برنامج نوافذ الحياة، والفقرتين اللي متوعدين عليها اللي هي فقرة كلام من نور، والفقرة الثانية يا أحمد فقرة المشاركات والمسابقات. صباح الخير مشاهدينا الكرام، وكل عام وانتم بألف خير يا رب، صحة وسلامة في مسك ختام أيام العيد المبارك، يا رب ينعاد عليكم الصحة والبركة، وكل عام وانتم بخير مشاهدينا وأصدقاء مشاهدينا وقرايب أصدقاء مشاهدينا وكل اللي جايين يزورون مشاهدينا، واللي يعرفوهم مشاهدينا وكادرنا اللي ما عيدناهم، مثلا الولد هذا المزعج ما أريد أذكر اسمه، دبس، اليوم أنا راح أسميه دبس من بداية الحلقة إلى نهاية. منو أطلق عليه؟ ما يستاهل نسميه سمسم. منو أطلق عليه من المستمع؟ يمكن نور من الكوت. من الكوت إيه. نور. إيه. سمسم ومصطفى. أي منو منو اللي أطلق عليه هذا الاسم؟ سجه. إيه. آي آية آيات من بابل هي اللي أطلقت عليه دبس. اي فاليوم دبس ما اعرف مقابلنا وقاعد ورا ال مو خوش يعني خلف الكواليس، يعني مو خوش قرفه. زين عموما خلي تمشي الحلقه ان شاء الله خير. وكالعاده نبدي بفقرتين بهذه الايام المخصصه بالعيد المبارك بالتاكيد. كلام من نور، واليوم الحديث راح يكون مهم جدا عن القناعه. سمعت صديقي؟ سمعت الموضوع عن القناعه؟ ويعني انا هم مقتنع بموضوع زين. يعني تحياتنا السيد حسين اليوم كل راح نحكيهن على الهواء احمد. انا اليوم ارد عافيه زين، لو ابطل الكادر لو ابطل نوح عن النوافذ اللي فتحناها امام مشاهدينا، اللي طبعا انفتحت قبلها قلوبنا حقيقه لحضراتكم. نافذه الفيسبوك، البيج الخاص ببرنامج نوافذ الحياه، الحلقه الان تبث على الهواء مباشره الى كل متابعي الفيسبوك يتابعون الحلقه، حتى نتمكن من قراءة تعليقاتكم على الحلقة خلال بثها. وأيضا النافذة الأخرى هي نافذة الواتساب، بإمكانكم التواصل ويانا وإرسال رسائلكم وتهانيكم ومعايداتكم بمناسبة العيد على الرقم الظاهر أسفل الشاشة هذا مثل ما تشوفوه، وبأيضا الفقرة الأخرى إن شاء الله فقرة المشاركات اللي راح نستعرض على حضراتكم أرقام هواتف خاصة بالمشاركة، وأكيد الكل راح يدخل القرعة بدون استثناء لأنه عيد ومسامحة وإحنا قلوبنا أصلا هي رهيفة، فندخل الكل بالقرعة كل من يتصل بينا، وبعدها أكيد راح يترشح فائز واحد. البث على بيج القناة لين سجاد ما قاعد ترهم عندي بث على بيج البرنامج مدش بيه هو ظهر كبر على بيج قناة الإمام الحسين. تحياتنا لقناة الإمام الحسين الثانية، تحياتنا لكل من يشاهدنا على الفيسبوك وكل من يشاهدنا على تطبيق أبليكيشن قناة الإمام الحسين أو مجموعة قنوات الإمام الحسين، وأيضا على البث المباشر للقناة، وهذا رقم الواتساب. فد شويه ورا ما نكمل تعليقنا على الحديث راح يطلع لكم ارقام الاتصالات. انه مره اخرى انه لا حد يخابر على رقم الواتساب او على الواتساب، موش يعني نوبات يعاكسون المشاهدين. ايه؟ يعني خلال قراءتنا للرسائل يتصلون على هذا الرقم، ما راح نتمكن من قراءه الرسائل. فلهذا احنا ناكد مشاهدينا على انه هذا الرقم خاص بالواتساب للرسائل فقط مو للاتصال. ان شاء الله عندنا الارقام الخاصه مثل ما تعرفوهم مسجليها ايضا وحافظيها اغلبكم باجهزتهم، هي الخاصة بالاتصالات. نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى أولى فقرات البرنامج، هي فقرة كلام من نور والحديث عن القناعة. خلينا نتابع. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا، رجعنا وياكم بعد أن تابعنا هذا الحديث المروي عن مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه في فضل القناعة. وقبل أن نخوض في غمار هذا الحديث العظيم اليوم، أكو عندنا ضيف غير مرئي يا أحمد، يعني هو متواجد ويانا بالاستوديو ليش غير مرئي؟ ما حدا يشوفه يمكن. ابن سيد حسين طلعنا البلبل ما طلعه؟ ها ما شاء الله. هذا البلبل يعني ما أعرف شو، تعبان خطية هو هذا ظاهر، سجاد جابه جريح ما أدري باي جيم لين مو مال هذا مشترى ما تقنعني زين. والقفص يعني مطعم جنبين. أتمنى كاميرا زوم خطية تصورنا حاله حال هذا البلبل. خطيه والله اموري، بس تعال بدنا مديم على هذا البلبل، خلينا نشوف معاناته. شوف كاتله جوع، سجاد جايب البرنامج يريد يحسب علينا طير. هو مقدم له، لا لا احمد مقدم له رقي. شنو هذا القشر ما رقي وكل شيء ما بيه منك. اي رجعوا لنا عام حتى اميري يضبط لنا بلا زحم عليكم شباب. ممكن يلا يمكن ما يسمعونا. اي اعتقد ما يسمعون. مخطوفين شباب بالكنترول اعتقد. اعتقد يا ولد طبوا عليكم. يلا روح عمه حتى يضبط له اموري. يلا امير منا انا افضل يعني. هذا طبعا يقهر يقهر حاله وجايب سجاد ويعيرنا بيه. جايب لكم بلبل الصبح. البلبل احنا هذا البلبل ما شفناه تعبنا، يعني تعبت نفسيتنا حقيقه، لانه حتى ريشه مهلس ما اعرف شنو الموضوع. مي قليل اكل قليل خطيه. والمشكله سجاد الباو من جابه مفتخر يعني انه طلعوه بالتلفزيون شنط، يعني شفتوا انتم بعد حكمه مشاهدين مسوي هيدن. اي الله يعينه، مخلي له رقي ومخلي له تمر وحوض المي ناشف، يمكن صار له فد اسبوع ما شارب مي. هسه راح نعطيه مي. مشكله هذا لازم ياخذ راتب مع المضطهدين. اذا مشاهدينا خلينا نرجع الى الحديث المروي عن مولانا السجاد عليه السلام في فضل القناعة. القناعة هذا المصطلح اللي حقيقة الإنسان لو درب نفسه عليه واستشعر معناه أكيد راح يعيش بحالة من الاستقرار النفسي والهدوء النفسي، ويبعد نفسه عن الحسد وعن كل المتعلقات الدنيوية. عندما قيل القناعة كنز لا يفنى، يعني مثل اللي واحد عنده كنز مليان يعني أموال وجواهر وغيرها ويغترف من عنده طول حياته، فما راح يكون عنده عوز سواء على الصعيد المادي أو على الصعيد النفسي أو على الصعيد الروحي. لربما البعض أيضا عندما يسمع مصطلح القناعة يذهب باله فقط على الأموال. الأخوان حقيقة يعني القناعة ما تتعلق فقط بالجانب المادي. الجانب المادي هو احنا فاهمين وداركين على انه هو مجرد وسيله مو غايه، وسيله حتى يمكننا من تحقيق غاياتنا اهدافنا، شلون نسير بثبات لتحقيق نجاحاتنا الدنيويه والاخرويه. فهو مو غايه نريد نوصل لها، مجرد وسيله. فالبعض يصور انه القناعه متعلقه فقط بالجوانب الماديه. بالعكس، كل شيء حقيقه يصير بتقنين لإشباع الغرائز الإنسانية فهو قناعة. التقنين مو معنى الحرص، مو معنى البخل، وإنما أني تكون عندي يعني حالة إشباع ذاتي، حالة اكتفاء ذاتي، ما أنظر إلى غيري، أنظر إلى حالي وأحاول أنه أرمم نفسي بشكل عام حتى أسير بثبات في طريق الكمالات اللي دائما إحنا نسعى عليها كبشر. الإنسان الحسود حقيقة اللي يحسد الآخرين على مال أو على جاه أو على مكانة أو على هدوء أسري، على سعادة هو عايش بها قرينة أو يعني الشخص اللي يعيش بالمحيط اللي يسكن به أو يعيش به الشخص غير القنوع أو الحسود، فبكل تأكيد راح تكون لها أضرار سلبية كبيرة. تعيش هذا الشخص الحسود واللي ما عنده قناعة بحالة من التذبذب وعدم الاستقرار في مجمل مفاصل حياته. بالتأكيد أستاذ محمد أكو فد يعني فد نقول حدوته. شفتها لي شاب سعودي الله ينطي الصحة والعافية. هذا الشاب من الولادة هو ميت كلينيكيا، يعني يتكلم ويسمع ويشوف، هذا كل اللي يقدر يسويه، يعني ما عنده أي سيطرة على أي جهاز ثاني من أجزاء جسمه. شبه الضمور بالعضلات هذا هو أوتوماتيكياً من تحت الرقبة هو جسمه تقريباً ميت.
اعصابه وهذا الموضوع نهائيا ما يسيطر على اي شيء. ف التقوا بي واذا هو يناقش رساله الدكتوراه هذا الشاب. يعني وقتها كان عمره تقريبا 28 سنه 29 سنه. ف حقيقه الكلمات اللي قالها يمكن ألمت الناس الاسوياء هواي. قالوا له اسمع عبد الرحمن او عبد الله، قالوا له يا فلان انت شلون قدرت توصل لهذا الموضوع والناس اسوياء وعندهم هاي المكانات وسياره تجيبهم وسياره توديهم، او عفوا عندهم سيارات انت يودوك بشبه اسعاف يرجعوك بشبه اسعاف لان لازم على سديه ويربطونه، شلون قدرت توصل لهاي المرحله؟ قال لهم مره دخلت المستشفى شفت واحد نفس حالتي بس ما يسمع، فعرفت انه انا عندي فد حاسه اقوى من هذا غير هذا الموضوع. اني من فضل رب العالمين صار عندي هذا الموضوع من انا طفل، ما التهيت بكره القدم وهاي الالعاب، التهيت انه اقرا، كانت امي تقرا لي وبعدين جابوا لي في الطريقه بحيث انه الكتاب يتعلق امامي وانا اقدر اقرا. فهذه من نعم رب العالمين انه انا انصابيت بهذا الداء، يعني هو عمر ايام انصاب بهذا الداء واستقر بهذه الوضعيه. قال بينما اخوتي كلهم ما كملوا دراسته، واحد بكره القدم، واحد دخل موضوع تجاره وخسر فلوسه وقعد، وانا الان استاذ وطالب دكتوراه. شوفوا التحسس بالنعم، يعني شكر رب العالمين لانه هو صاب هذا الداء ونشل شلل تام بجسمه حتى هو ما يلتهي بامور جانبيه اللي التهوا بها اخوته الاسوياء وما حصلوا هاي الشهاده. احنا علينا انه نتحسس كل شيء، كل شيء ممكن يكون نعمه عندنا، حتى وان شكرتم لازيدنكم. خلينا نقول الحمد لله والشكر على كل شيء. صدقوني اكو تفاصيل مهمه ممكن يوم من الايام نفقدها واحنا ما حاسين بنعمتها. ممكن صديق يكون نعمه، ممكن جار يكون نعمه، ممكن شخص اتبادل وياه التعامل التجاري يكون نعمه، ممكن زميل بالعمل يكون نعمه، لكن ما نحس بهذه النعمه الا اذا فقدناها. خلينا نقول الحمد لله والشكر، الحمد لله كما هو اهله على كل شيء ممكن واهبنا اياه. صدقوني اكو اشياء الله واهبنا اياها واحنا يمكن ما متحسسيها. هذا استماعكم للبرنامج ومشاهدتكم هو نعمة إن إحنا، يعني من النعم اللي علينا إنه أكو ناس تتابعنا. لا تتخيلون إنه الاتصال يمر علينا مرور الكرام. نحمد الله ونشكره هواي لأن هذه من النعم اللي ممكن أكو هواي قنوات أو أكو هواي مقدمين من الزملاء ما يشعرون بهذه النعمة. صحيح أستاذ محمد؟ صحيح أحمد. وإحنا حقيقة اكو بعض العبارات اللي دائما لو نرددها ونستحضرها في عقلنا الباطن وتلهج بها ألسنتنا حقيقة راح نرتقي بأنفسنا وعقولنا وأرواحنا إلى مصافي الكمالات الدنيوية والأخروية. واحدة من هذه العبارات تكرار كلمة أو عبارات الحمد لله والشكر على كل حال. الإنسان لازم أنه يحمد الله وشكره على كل نعمة أنعم عليها بي، اللي طبعا هي مثل ما تعرفون حضراتكم قسم منها محسوس وقسم منها غير محسوس. يعني احنا انا ذكرت قبل فترة هذا المريض اللي يعني احد الاخوة اللي اجاني متألم واللي كان بعيادته يقول لي صدقني يا استاذ محمد رحت تألمت جدا على حال هذا المريض. قلت له شبيه؟ قال كل يوم عنده مشكلة كل يوم يشتروا له أكسجين ب50,000 دينار، هذه يومية تعيين يعني قرابة ايش قد يصير بالدولار؟ يعني 45 أو 40 دولار بس الهواء يشتروا له إياه بهذا المبلغ كل يوم. طيب وإن تعدوا نعم الله سبحانه وتعالى فلا تستطيعوا بما معنى الآية من إحصائها. يعني شنو اللي منين ما نلتفت نشوف نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة الحواس، نعمة الهواء، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. إن استشعرنا حقيقة معاني هذه النعم أكيد راح تكون عندنا قناعة. أنا للأسف أشوف بعض الأشخاص اللي منهمكين بالعمل والتشبث بالدنيا والبهارج الخداعة وترجيح الكماليات واقتناء الكماليات على الأساسيات الحياتية، كل هذا في سبيل أنه يريد يصل إلى حالة من الاسترخاء. يعني يتصور
اللي تكون طبعا منبعها السعادة. يا أخوان السعادة تكون بامتلاءك بالقناعة، السعادة تأتي من خلال دعائك للآخرين بالخير والصحة والسلامة، السعادة تكون عندك حقيقية لما يكون عندك حالة من نكران الذات والإيثار، مو أني والله إيش قد جمعت وغيري إيش قد جمع، أنا شنو وصلت وغيري وين وصل، أترك الناس خلي ألتهي بحالي وشون أطور نفسي، وأدعو للآخرين دائما بالخير والصحة والسعادة والهدوء وراحة البال والفكر. أعتقد عندنا الفقرة الأخرى تحتاج وقت. شباب المخطوفين يشير لهم بعد زيادة وقت. يعني. خلي نكتفي بهذا القدر يا أحمد في تعليقنا للحديث المروي. تفكرين إنه نكتفي؟ أكيد. إحنا ندير الوقت بعد. بالضبط. ونسأل. يعني أتمنى شغلة. من دخل الغربة بيناتنا؟ شوف قبل بال كان البث الإذاعي هذه بالأربعينات من خلال التاريخ اللي مو أنا عايشها يعني. من خلال التاريخ اللي تعيشه بس ما تريد تقول اللي احنا درسناه بالاعلام البث الاذاعي او الوسيله الاذاعيه كانوا يخلون المكسر ولحد الان في بعض الاذاعات صف المقدم اي يم المقدم هو يتحكم هو مخرج وهو مقدم وهو هسه بالجديد رجع هذا النظام اي فانا اتمنى اخوان وراح اقترح على الاداره بهذا الموضوع انه نجيب المكسر هنا يمنا نتلاعب بال مو هيك انت تسولف تقول لي فيت فيت اذا المشاهدين نكتب هذا القدر في تعليقنا للحديث المروي عن مولانا الامام السجاد سلام الله عليه في فضل القناعه ناخذ فيصل مثل ما قال احمد هذا صفر طاس مو فيصل نلتقي وياكم بمحطه او فقره المشاركات اللي من خلالها راح نجري قرعه وراح كل من يتصل بينا نسجل اسمه بالستيكر هاي اللي تلزق دائما هاي احنا ضامنينها حتى صف الدورق بالنهايه راح يكون عندنا فائز واحد خش فاصل وراجع ان شاء الله احنا فائزين ان شاء الله طرنا بالجو وياكم فقرة المشاركات هذا البلبل هم اخذ كيلو من المخرج هم قام يحكي من طبعا يعني. هذا المسكين هم راح يشترك ويانا البلبل الفتان فتان هذا لو شنو قد شده هو هذا مشاهدينا هذه الارقام ظهرت اسفل الشاشه بامكانكم الاتصال بنا على هذه الارقام حتى نسعد حقيقه بسماع اصواتكم وايضا استقبال رسائلكم على هذا الرقم الظاهر اسفل الشاشه الخاصه بالواتساب إذن كثفوا من رسائلكم كثفوا من اتصالاتكم حتى تكون عندكم فرصة أكبر للفوز بالجائزة المقدمة من قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائي وأنا حسب ما افتهمت من الإدارة أنه كل الجوائز خلال أيام العيد مميزة يعني الماكسيموم مالتها شوية أعلى هسه شنو هي بالضبط أنا انطوني معلومة بس ما متأكد من عدها لكن الهدايا ثمينة خلال أيام العيد إن شاء الله وأنتوا أكيد تستاهلون كل شيء ثمين إذن بدأت الهواتف ترين ما شاء الله وهذه نعمة من النعم علي وفاطمة سوية فاطمة من البصرة يلا فاطمة صباح الخير سلام عليكم كل عام وانتي بخير صباح النور حبيبتي فاطمة حياك الله كل عام وانتي بخير كل عام تتألف بخير وانتي بتريليون ديش اليار شنو بعد؟ اعلى 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 رقم موجود كبير عندنا كل عام وانتي بألف خير حبيبتي فاطمه الله يحفظك يلا فاطمه صبحي على عمو احمد تسلمي لي يا غالي 3000 و2000 قبلها 5 يجيب الله يحفظك بس عمو احمد ترى يغار خله قد عدل صبحي علي وعايدي لا لا ما غار ما غار صباح الهيل عليك فاطمه شلونك كل عام وانت بخير والله اذا اسمع صوتك كان زين يلا فاطمه ان شاء الله دائما زين ان شاء الله دائما زين يا عزيزتي يلا شو محضره مشاركه اليوم قصيده على الامام ولاده الامام الرابع يلا نسمع يلا محمد عريض يسير الشارع محمد عزيز سيد الشارع حليم وسمنا شفر اللد انواره حليم وسمنا شفر اللد انواره الله الجنة طيب اخباره الله الجنة طيب اخباره ضوي هذا انواره الدنيا ضوي هذا
يلا ولو نص افتهمنا ونص ما افتهمنا بس هي حلوة يعني. يلا. حلوة مدامي صوتي. شكرا فطومة. نعم. أنا ما اتصل عليكم يعني فات الخوالي. ها ليش؟ الضغطة تروحة. احنا باجر اكيد اجازة بس السبت يعني من خوالج اكيد عندهم تلفزيون. اي بس من هناك يا خوب من بغداد يعني هم اكو شبكة واتصالات فطومة. يلا. احنا باكر عن باكر انا سجاد هم بغداد فطومه هي عم احنا هم من خابر عم تشبه ببغداد يلا ماشي ترحون وترجعون بالف سلامه يا فطومه سفره سعيده تسلمينا على خوالك وعلى بيبيتك وكل اهلك وقرايبك بالعاصمه الحبيبه بغداد يا فطومه ان شاء الله ان شاء الله يلا. يلا نسمع علي السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام شلونكم انت شلونك انا زينين اي علاوي انا زين كم راح تروح لخوالك ويا فطومة لو بس فطومة ادري يصير هو ما يروح غير يروح يعني يجوز يجوز مثلا هو يبقى يعني احنا اليوم يلا سفره سعيده سفره سعيده على لبس ويانا خلينا وحده حتى ما حكينا ويا اليوم مزعلي اللهم لا جمعت مزعلي اي يلا علاوي يلا ان شاء الله تكبر وتصير مهوال ان شاء الله يلا جينا قريب عشان لبن تاع الباب اي اي ابو محمد طيب من ناس العطية اي نزور اللي انا مثلا من ثمان سكات اي امامي ها ها علاوي اي حاجة البابا خليها حاجة البابا خليها حاجة البابا والنعم والنعم منهم شكرا شكرا أبو حسين علاوي بارك الله بيك ويحفظك ربي إن شاء الله بارك الله شكرا بيك يا علي أحسن يلا زينب من بابل سلام عليكم أخذ زينب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله العلوية زينب من بابل مية هلبيش أسعد الله أيامك رحب رحب وبابلي يلا حياكم يلا. حياكم إن شاء الله وأسعد الله أيامكم في ظل نهج إن شاء الله وحياة كريمة مباركة الله يبارك فيك اللهم صل على محمد, محمد وآل محمد تحية لحضرتك يا علوية بارك الله بيك نعم تحية لكم وردة مبارك والكل ان شاء الله حتى اللي خلف الكواليس الحمد لله احنا خلف الكواليس واحد من عندهم اليوم زعلانين عليه والمهندس تامر مصالحينه مهندس تامر مصالحينه على على وعلى يا يونس محمود يشتغل هنا أنا مصور هسه قاعد وحده اي ما نحكي وياه اليوم مزعلينه بنشتغل اعلاميه ايضا من اذاعه روى في مدينه الحله الله يوفقك مثل بنت الهدى الحسيني على الالم ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله هم قاعده هاي القاعده والمصرف وكذا الحمد لله والشكر الله يوفقك الله يبارك احنا علويه خلي في بالك انه مرات يكون عندنا اتصالات من بعض الاخوه والاخوات نبدا نفرزن مثلا هذا الصوت اعلامي هذا الصوت بالانشاد هذه الثقافه ممكن ثقافه تقديم انت ما شاء الله يعني ثقافتك التقديميه جدا جميله والله يوفقك ان شاء الله خصوصا ثقافتك الحسينيه بدون مقابل ان شاء الله اللهم ربي يعافيك الله يوفقك الله يوفقك الله يبارك فيك الله يوفقك الشيخ حسن القماتي في حسينيه المعشفه من اذاعه روى هذه الاذاعه المباركه التي تروي موفقين محمد وآل محمد تحياتنا للزميلة إذاعة روى يا الله إن شاء الله موفقين ومسددين وبالعافية لشبابنا تحية لحضرتك وكل الإعلاميين والإعلاميات يا علوية أكو فد موضوع خيانة إذا يصير خلف الكواليس اليوم يعني رجاء الحسينة أيضا رجاء الحسينة إعلامية ضمن يعني إذاعات كثيرة يشتغلت بها بالتأكيد تحية إعلام عبد الله رجاء الحسيني تحياتنا أنا مشتغل ويا الأخت رجاء والله يوفقها إن شاء الله الله يوفقك كل من اعتلى هذا المنبر وقال لله كلمات لله فيها رضا وللأجر والثواب كما يعني الله يبارك الله يوفقك شكرا شكرا لهذه التحايا
اللي بعث فيها عبر شاشة قناة الإمام الحسين برنامج نوافذ الحياة. شكرا علوية زينب على مشاركاتك الجميلة جدا والراقية. شكرا لاتصالك. دخلت ويانا القرعة علوية زينب. نعم نعم. مصطفى من كربلاء. نعم أحمد مصطفى. مصطفى من كربلاء صبحك الله بالخير ويومك سعيد وكل عام وانت بخير وان شاء الله. ها مصطفى كل عام وانت بخير. عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياك الله مصطفى كل عام وانت بخير. ها مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وكل عام وانت بخير يا مصطفى. مصطفى موفق. يلا ان شاء الله دائما موفق. يلا عزيزي. يلا مصطفى شنو مشاركتك اليوم؟ سورة الكوثر. سورة الكوثر. يلا نسمع. بقولنا من الريوق ترى أشرتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأكثر صدق الله العلي العظيم. صدق الله. ما شاء الله. طيب الله أنفاسك. أنا الموفق إن شاء الله. يلا. محمد موفق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أبو جاسم؟ شلون العيد وياك؟ زين. زين إن شاء الله دائما زين. كل عام وأنت بخير ويا رب صحة وسلامة. عام وأنت بخير. يلا نسمع من عندك شنو مشاركتك محمد. محمد شباب. يلا أبو جاسم. الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شنو نفس المشاركة؟ يلا أنت توم توم؟ شنو محمد نفس المشاركة؟ أبوك لو أخوك؟ محمد عليكم. عليكم السلام. خلينا نسمع المشاركة الثالثة نفسها. حياكم الله. منتظر موفق عودة. كل الهلا مرتضى. حياك الله منتظر. مية هلا بيك. شنو أول شيء كل عام أنت بخير مرتضى؟ مرتضى لو منتظر؟ انت منتظر. منتظر كل عام وانت بخير يا حبيبي. كل عام وانت بخير. اعوذ بالله. نعم استرسل استرسل. يلا تفضل منتظر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق بارك الله العلي العظيم. احسنت يا منتظر. بارك الله بك. تحيه لحضرتك ولكل اخوتك واهلك واقاربك في كربلاء. حياك الله. شكرا لك يا عزيزي. شكرا. منو؟ يلا الهام. الهام من البصره. السلام عليكم يا الهام. وعليكم السلام. صباح الخير عليك محمد. صباح الخيرات والسرور. صباح الهيل عليك. حضرت الشيء الهام. بارك الله بيك. الله يحفظك. شلون شخصنا؟ الحمد لله. الله يسلمك. الهام اخو ما جيت مرة ثانية للكربلاء وما جيت للكرب ما جيت للقناة. الهام ما جيت والله ما شاء الله. قلت لي ما بحسين ما انت مستلم مستلم هداياش لو بعدك؟ لا لا بعد ما سلمتين. وانا ادري انه هي اجت وما سلمت هدايا. موفقين ان شاء الله. واحنا نسمع صوتك هديه يا اختنا عزيزه علينا ان شاء الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يلا نسمع مشاركتك يا الهام. والله صارت اني شريت مطلع صارت وقالت امشي الله يزود الزوار ويحميهم ان شاء الله. الله يبارك ان شاء الله. اي والله الله يحميهم ان شاء الله. الامام علي ويحفظهم ان شاء الله. الله يبارك فيك. يلا الله يسلمك. نسمع مشاركتك اليوم ان شاء الله. يلا. شيقون القلب اسمع يا حيدر. بسم الله ورسوله حافظ العهد وياك دنيا واخره وياك. شيقون القلب اسمع يا حيدر. بسم الله ورسوله حافظ العهد وياك دنيا واخره وياك يا علي. والنعم الله لك يا ابو الحسنين. بارك الله فيك. موفقين ان شاء الله. والله احنا في انا في الحلقه وانطفت الكهرباء اليوم. من وصلت من قضاء مخاوف والله الله احنا مستعفين صوت الله نوره البرنامج. الله يسلمك. يلا ان شاء الله نسمع صوتهم باستمرار ولو راح يرحون البغداد هم بس ان شاء الله نسمع صوتهم. يلا ان شاء الله منك يخابرونا ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا للاتصال. يلا اتصال اخر.
عندنا بعد وقت لان عندنا شباب قيسون الوقت عندنا رسائل لازم نقراها. آيات من واسط، سلام عليكم يا آيات. شلونك استاذ محمد؟ انا بخير اذا انت بخير آيات، حياك الله. شلونك استاذ احمد؟ نعم الحمد لله، ما دام اسمع صوتكم بخير. كل عام وانت بخير آيات. اليوم نورين الشاشه. الله ينور ايامك ان شاء الله. نور عيونك يا عزيزتي، الله يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك. يلا آيات، شنو مشاركتك؟ عندي مشاركة. يلا يلا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير أبابيل، يرميهم في حجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكل. هاي جنات تريد تسلم عليكم. والتصديق ماكو؟ يلا باعتبار جنات هم راح تقرأ يا قراني تكمل. يلا جنات كل عام وانت بخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وكل عام وانت بخير. الرحمة والإكرام. شلونك استاذ احمد؟ شلونك استاذ محمد؟ احنا ان شاء الله اثنيناتنا زينين، ما دام نسمع صوتكم زين. الله يحفظك، حياك الله جنات. عندي مشاركة. يلا نسمع. يلا بس على كيفك ولا تحولينا بسرعة. انطينا اسه شوية. يلا ابدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتي، شكرا لك. نكتفي بهذا القدر يا جنات من استقبال اتصالاتكم. نستقبل اتصال آخر إذا ممكن. أكو نعم ما عندنا وقت. طيب يلا تمام، خلي نقرأ الرسائل. نقرأ الرسائل اللي وردتنا على يلا خلي نقرأ الرسائل اللي وردتنا على الواتساب. شعيجة مشاهدينا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الرسالة الأولى من الأخت زهراء من النجف، اللي دائما تتحفنا بمشاركاتها سواء عبر الاتصال أو رسائلها عبر الواتساب. السلام عليكم، أنا زهراء من النجف، عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم، وكل لحظة لكم عيد وكل أعيادكم أفراح ومسرات. زهراء؟ زهراء. أختنا زهراء كل عام وانت بخير، وإن شاء الله صحة وسلامة وعافية وأمن وأمان عليك وعلى كل عائلتك وذويك. بس قبل أن نقرأ الرسالة الثانية. نعم. هذا البلبل إذا كل ساعة ظلت عيرنا بي والله أسوي غدا. مو كل ساعة جايب لكم بلبل. ما يشبعك أحمد. والله أسوي غدا. ما يشبعك. حتى لو أسوي زلاطة. يلا. رسالة أخرى، طبعا ما ذاكرين الاسم للأسف. الكارت يقول العيد ينقص حضورك سيدي على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ستكون فرحتنا أكبر لو كنت معنا يا صاحب الزمان. إن شاء الله الله يجعلكم من أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ويا رب تكونون الناس اللي فعلا يكونون قدوة من أتباع الإمام المهدي. رسالة أخرى أيضا تقول أهلا نوافذ الحياة، يسعد صباح كل العاملين في هذه القناة الموقرة، إلى كل النوافذ مفتاح ينور قلوب كل المحبين. يا رب ينور طريقكم دنيا وآخرة، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله سنة جاية انتم بأحسن هذه الحالة اللي انتم بيها مهما كانت حالتكم. إن شاء الله الرضا موجود والقناعة موجودة مثل ما تناولناها اليوم، فإن شاء الله انتم راضين والله يرضى عنكم. طبعا نشكر الأخت اللي بعثت لنا برسالة البارحة، كان تحمل لقب بحر الأحزان، اليوم غيرتها صارت بحر الوفاء. الحمد لله. صباح المحبة والسعادة على عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة، وكل عام وأيامكم تزهو بالأفراح والمسرات يا أبدع قناة وبرنامج، حفظكم الله. هاش قلنا راح نزعل احنا مو قلنا هذا الرقم مشاهدينا فقط لقراءة الرسائل، يصير تشويش صدقوني. هسه كلمت رسالتها؟ هم بعد اتصل. بعد اتصل. أكبر. يلا. نكمل. بحر الوفاء كملت؟ اخذكم بحر الوفاء. بناء على طلب استاذ احمد يوم امس قال غيروا بحر الاحزان باسم اخر، واني
استمعت للنصيحة وغيرت اللقب. الله يوفقك أختنا العزيزة، ويا رب إن شاء الله تكونين دائما وفية لكل أفكارك ومبادئك وقيمك وكل شيء سامي وإنساني، ويا رب الصحة والعافية وكل عام وانت بخير. صباح الورد، هذه رسالة وكارت بورد جميل جدا من الأخت أم ناصر، تقول صباح الورد شكرا على فوزي بالجائزة يوم أمس، أختكم أم ناصر. ناصر تستحقين كل الجوائز أختنا عزيزة علينا، وشكرا اللي اصطرتش على التواصل ويانا إذا كان بالواتساب أو بالاتصالات، ويا رب تزيد الخطى دائما. رسالة أخرى وردتنا من فاطمة الكبيرة، كاتبة هكذا البارحة قلنا هذه فاطمة الصغيرة فطومة وفاطمة هي كاتبة بالتوقيع فاطمة الكبيرة من البصرة. تقول هذه الرسالة: صباح الخير، يا رب إن لي من بين خلقك من طابت لي محبتهم وصفت لي بين القلوب مودتهم، فافتح لهم في هذا اليوم كل أبواب الخير، واغلق عنهم كل أبواب الشر، وارزقهم الفرحة والسرور، وأنر خطاهم بالنور، إنك عزيز غفور. اللهم إنا نظن بك غفرانا وتوفيقا ونصرا وثباتا وتيسيرا وسعادة ورزقا وشفاء وحسن خاتمة وتوبة نصوحة، فهب لنا مزيد من فضلك يا واسع الفضل والعطاء. وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صباحكم خير ونور وسعادة ومغفرة من رب كريم. التوقيع فاطمة الكبيرة من البصرة. أختنا فاطمة ثبت الله خطاكم إن شاء الله على درب الحق. وشون سجاد؟ يلا شكرا لك. ثبت الله خطاكم على كل شيء جيد وجميل، ويا رب يتقبل هذا دعاكم، وكل عام وأنتم بخير يا أختنا فاطمة. رسالة أخرى من متابعة على ما يبدو لحق نقرأ بعد رسائل من أم علاء من البصرة. السلام عليكم، صباح الخير على برنامج نوافذ الحياة. إيش إيش سد أم علاء من البصرة بعث تصبيحة إلى برنامج نوافذ الحياة. صباحك هيل أختنا أم علاء، ويا رب الصحة والسلامة وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكونين مشاهدة دائمة. رسالة أخرى وردتنا على الواتساب من أفراح من السماوة، أسعد الله صباحكم بكل خير، موضوع جميل جدا، القناعة تعني الاكتفاء بقدر الحاجة وضرورة. طبعا ما أعرف اللي دي يتصل دي يتابعنا مشاهدينا، الله يخليكم للبعض، طبعا هذا الرقم خاص بالرسائل، لما يجينا اتصالات عليها ما نتمكن من قراءة رسائل، يعني اللي نسوي بلوك للرقم مثلا، اي اللي نسوي حظر. موضوع جميل جدا، القناعة تعني الاكتفاء بقدر الحاجة وضرورة من المال، وليس المال فقط والكثير من أمور الدنيا يؤدي الوصول إلى سعادة كمال، قال سعادة وكمال، قال أحد الشعراء: ولقد طلبت رضا البرية جاهدا، فإذا رضاهم غاية لا تدركوا، وأرى القناعة للفتى كنزا، والبر أفضل ما به يتمسك. مع تحياتي لكم أفراح من السماوة. خدنا أفراح تحياتنا إليك وكل أهلنا من السماوة، ويا رب صحة وسلامة وعافية وعيد سعيد عليكم، وما شاء الله يزدادون مشاهدينا بالسماوة. الغالي على قلوبنا سيد حسين الموسوي، يونس محمود سابقا، تهنئة خاصة: يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى أن يجعل أيامكم سعيدة، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في أحسن حال، عساكم من عوادة، وكل عام وأنتم بخير. السيد حسين الموسوي. على وعلى أيامك سيد حسين، على وعلى أيام يونس محمود ونعتزل. سيد حسين كل عام وانت بألف خير يا رب. بس ايش قلت روحك احنا نقدم برنامج وانت جاي تاكل قدامنا، واحنا يعني ما اعرف من باب يحاول انه يعيد حرب نفسيه لاحمد، ومن باب يبعث لنا تهنئه. عموما خلينا نكمل انا جوعان، شنو حرب نفسيه لاحمد. رساله وردتنا ايضا دا اقرا، ها ميلاد المتابعه من السماوه: اهديكم ورد وياسمين لونها لون قلوبكم، اصبح اصبح عليكم واقول يا عسى الخير دربكم. موضوع حلقة مهم جدا عن القناعة،
وحبيت أشارك معكم. القناعة كنز وليس مجرد كلمة تقال، لكن القناعة هي كنز السعادة، لأن الشخص القنوع دائما يرضى بما أقسمه الله تعالى له، هكذا يحس بالسعادة. الحمد لله على كل حال، والقناعة كنز لا يفنى. مع تحياتي لكم ميلاد من السماوة، وسلامي لكل كادر قناة الإمام الحسين عليه السلام. شكرا أخذنا ميلاد، تحياتنا إليك، ويا رب التوفيق والسداد، وكل عام وأنت بخير مرة ثانية، ويا رب صحة وسلامة وبعناد. رسالة أخرى، شكرا يا أحمد. السلام عليكم، برنامج نوافذ الحياة جميل إن شاء الله، التقدم والاستمرار في خدمة الإمام الحسين عليه السلام. ماكو توقيع على هذه الرسالة، فنعتذر عن قراءة الاسم. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. صور ما بقى عندنا وقت. نعم، بس هذه رسالة أخيرة. يلا. من الأخت أمل الموعود، بعثت لنا كارد جميل جدا، يقول كل عام وأنتم بخير. طبعا بعثت رسالة طويلة ما نتمكن من قراءتها لضيق الوقت. الكارت كل عام وأنتم بخير، أختكم أمل الموعود. تحياتنا لك أختنا أمل الموعود، ويا رب التوفيق والسداد دائما. بس أريد أعرف منه بالكنترول حكي هذا الإنجليزي الصعيدي اللي مخرج حروفه كلها غلط. أخي أنت سجاد الباوي. إذن وصلنا لختام الوقت، و يعني هذه الرسالة يعني بيج بن. يلا نقرأ رسالة وردتنا من الأخت نور العبودي، تقول: أسعد الله صباحكم بألف خير. عندما يتذكر الواحد منا أناسا لهم في قلبه مكانة ولهم في وجدانه دلالة، وأنتم أهلا لذلك. كل عام وجميع كادر قناة الإمام الحسين بألف خير، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. المرسلة نور العبودي. تحياتنا لك أختنا نور العبودي، ويا رب التوفيق والسداد والصحة والعافية دائما وأبدا. وبما أنه أنت دزيت الرسالة، خلي نسأل كل مشاهدينا الدعاء للأخ والزميل ليث العبودي، لأن باكرة وعقب عمليته وعملية كبرى، يا رب يقوم بالسلامة والصحة والعافية إن شاء الله للجميع. شكرا لك نور على هذه الرسالة الجميلة، وشكرا كل من بعث بصمة أكثر من راقية على الرقم الخاص بالواتساب أو شاركنا بالاتصال، وأسعدنا حقيقة بسماع صوته. هاي هن نعزل الموسيقى اللي تخوف حتى نسوي القرعة. نعم يلا. شنو أجا شيل البلبل هم؟ يلا يلا. شنو سجاد؟ شنو أقف أقف؟ والله العظيم أقل للدارة. ماكو موسيقى؟ ماكو موسيقى. أنت جايبيك على مود هاي. هاي الموسيقى. يلا خلي نختار ورقة واحدة من هذه القرعة. ما شاء الله، مصطفى من كربلاء هو اللي فاز ويانا بالجائزة المقدمة من قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. ألف مبروك يا مصطفى، بإمكانك الاتصال بالأخوة بالكنترول بعد نهاية الحلقة، وحتى يعلموك كيفية تسلم الجائزة. إذن المشاهدين الكرام، هذا اللي يسمح بوقتنا. مبروك لمصطفى، مبروك إنا لأن توفقنا بتقديم هذا الأسبوع أو هذه الحلقة بالتحديد. عيد سعيد، وإحنا بآخر كلمات وياكم بالعيد، يا رب إن شاء الله دوام الصحة والعافية والأمن والأمان عليكم جميعا. شكرا لكل كادرنا وإدارتنا، شكرا لهذا التينشن اللي يصير قبل الحلقة، لكن كله يذوب في سبيل أن تطلع لكم أكيد الحلقة بهذه الصورة. استمتعنا خلال هذا العيد، لأنه كل صباح كل يوم نطلع عليكم طبعا جايب دجداش نحلل. أكيد كان خبز زي اللي استخدمناه البارحة وأول بارحة واللي قبله، اليوم غيرنا المود على اعتبار أنه نودع العيد، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بكم دائما على الخير والمحبة والإيمان إن شاء الله، ومناسبات أخرى. برنامجنا مستمر وياكم إن شاء الله، نلتقي بكم يوم السبت الساعة 10 الصبح. آني وحبيب قلبي أحمد خضر. هسه ما أدري مكون موجود مكون موجود السبت، بس إن شاء الله إن شاء الله نكون موجودين. إذا تقبلوا تحياتنا وتحيات كل كادرنا إن شاء الله، نلتقي على خير. ننتظر حلقتنا في الحياة يوم السبت، وويكند يا عيال في مالله. مع السلامة. Thank you.
Mm-hmm.